للعيد نكهة تختلف عن باقي الأيام، خصوصاً عند أولادنا اللي الفرحة عندهم فرحتين، فرحة الثوب الجديد وفرحة العيدية أكيد. وما ننسى كشخة العيد، ما تكتمل إلا بالمصر الجديد. هذه شغلتكم كذا ها؟ الضحكوا زين؟ أنا أعرف دواكم، دواكم عندي. عفوية اليهال وقلوبهم الطيبة تجبرنا نكتم كل حاجة تضيع من سعادتهم، ولما تمنعك الظروف إنك تعيدهم يا أخوي حسسهم بالسعادة حتى لو بلحوس. بس أها لا تتضايق لو صارت العرسية معفوسة. كل الحلا في لمتنا وجمعتنا وضحكتنا وسوالفنا اللي دائما تحلى مع فوالة العيد. بس يا ترى اللي جالس جنبك حاسس انك بالك مو معاه؟ اي قحك بوليس، من وين بيحس وهو عينه في دست الحلوى خايف يخلصوها قبل ما توصل عنده. ها دوك انت خف علينا راعي الرجي، مسوي نفسك ما تريد ها؟ راح امون شاشخه. أعظم جنى إنك تجني الإنشراح، وأعظم عطاء إنك تعطي الارتياح. والعيد من أول الآخرة سعادة ومرح، جذوره عطاء وحصاده فرح. عطاءكم عيد، الشركة الخليجية للطاقة تتمنى لكم عيدا سعيدا.